فاش سولني شنو عندك سيدي؟ انا ما عارف شنو واقيلا، غير كنضيع الوقت لتسيد اللي كيبان لي العمر هذا، ما عرفتش شنو عندي حتى على ما كيبان لي صحتي مزيان. هاد لاسين هي اللي كيبدا بها الكتاب او الروايه لوم كي فولي اتر اورو، اللي ترجمناها الراجل اللي بغى يكون سعيد، ديال الكاتب لوران غونيل، واللي عنده مؤلفات اخرى جميله كتكلم على تطوير الذات وعلى البسيكولوجي. احداث ديال القصه كتدور في جزيره بالي في اندونيسيا، واحد الاخ شاب طويل من اصول الغربيه، الخدمه ديالو استاذ ولكن حس براسو كئيب، وخا تقريبا عنده كلشي وما عنده حتى شي مشكل في الحياه. قالوا عليه لواحد المتخ ولا واحد الشيخ كاين في هذه الجزيره واللي معروف بالحكمه ديالو، لدرجه انه داوى عنده وزير جابوني. في بدايه القصه البطل كيوصف التواضع ديال داك الشيخ وكيفاش انه حقرو في الاول وقال ما يمكنش هذا السيد اللي ساكن في هذه البلاصه ولابس هذه الحوايج ويقدر يكون يعالج الناس، اش بغى يكون عارف كاع. المهم من بعد غادي يتلاقى معاه وداك الشيخ غادي يدير ليه واحد الدياغنوستيك ولا واحد الكشف، تكا في واحد البلاصه وبدا كيقلب ليه في الكور ديالو كامل. واحد الوقيته غادي يقرصو من الصباع الصغير ديال رجليه وانا غادي ينقص بالالم، ما يمكنش ضراته بزاف ديك البلاصه، وكانت هذه اشاره تعطات للشيخ خلاته يعرف ان البطل ديالنا انسان كئيب وكيقلب على السعاده. سولو الشيخ مالك سيدي ما فرحانش مالكش خاصك، جاوب واحد الجواب متهرب، قال لي بعادي بحال كاع الناس، مره كتمشي ليا الكان. قال لي ما سولتكش سيدي على الناس، سولتك على راسك. وهنا فين بدا يدخل لي في المشكل ديال بصح، حتى البطل ديالنا بلا ما يدخ عليه جاوبو نيشان، قال لي يمكن غادي نكون فرحاني الا كنت مزوج. ويسولو مالكش حابسك؟ قال لي ما غادي نعجب حتى شي مره بهاد الفورمه هكا رقيق محاش ديا فيا شي وحده. يقول لي الشيخ داكشي اللي على راسك راه كيبان لك غير انت، ما كيبانش للناس الاخرين، حيت انت ما عارفش الناس الاخرين اش كيدور لهم في راسهم. بطل ويقول في خاطره تخون عاكي توخ عليا، راه باينه واحد لا كان خايب راه ما غيدا فيه حتى واحد. ويعطي الشيخ ليكزومبل ديال السينما، كيفاش ان الممثلات انسانات عاديات غير كيبقاو يسوقوا انهم ملكات الجمال، والبوبليك يقنع راسو ان ديك السيده وداك السيد اللي كيمثلوا راهم زوينين، مع العلم انه كاين واحدين احسن منهم كنشوفهم في الزنقه يوميا ولكن ما كنردوش لهم البال. الفكره اللي بغى يوصل لي هي ان الحقيقه ماشي هي داكشي اللي كنشوفو، راه هي داكشي اللي مامنين به وبغينا نشوفوه بواحد الشكل. وفاش كتكون امن بواحد الحاجه بغيها تكون بشي طريقه راه كتبان لك بحال هكاك، ومن غير الفيزيك ولا الشكل ديالنا الخارجي حتى الشخصيه ديالنا نفس الامر. ويعطي واحد المثال زوين، انت مامن انك انسان حامض كيف ما كنقولوا، ماشي اجتماعي ولا معقد كاع، تخيل راسك وسط شي جماعه ديال صحابك وغادي تعاود لهم نكته، البطل ديالنا غيقول لي باينه، غادي تدوز دغيا دغيا وتا واحد ما غادي يديها فيا، من غير شي واحد بحال هكاك معروف الا خدا لا باغول وصافي وكملوا الهضره، فاش غادي يتفارقوا غادي ينساوني اصلا واش كنت معاهم ولا لا. ويقول لي الشيخ ولكن الا كنتي مامن انك ضحوكي وعزيز على الناس واجتماعي، تخيل راسك غادي تضحكهم غادي تدوزوا وقت زوين. البطل غادي يقول واحد السؤال مهم، شنو هو اللي كيدخل ليا راسي هاد الافكار؟ قال لي الشيخ انه كاين بزاف ديال العوامل، منها الوالدين الا كانوا كيشوفوا ولادهم زوينين، ولا الاساتذه الا كانوا كيشوفوا التلاميذ مكلخين. وعطاه ليكزومبل بواحد التجربه دارت في امريكا، جوج مجموعات ديال التلاميذ بحال بحال في النيفو ديال القرايه ديالهم، وفرقوهم على مجموعات الاساتذه. الاساتذه اللي مع الجروب الاول قالوا لهم ان هاد التلاميذ راهم طيارات وغير نقيلات ودائما كيجيو الاولين، والاساتذه ديال الجروب الثاني قالوا لهم هاد التلاميذ اللي عطيناكم راه ضعاف شويه وما كيجيبوش مزيان، رغم ان المستوى ديالهم كان بحال بحال. في الاخر ديال داك العام هذاك الجروب الاولاني اللي شكروا ليهم التلاميذ جابوا مزيان كيف ما موالفين، والجروب الثاني غادي يجيبوا معدلات متوسطه، حيت الاساتذه اقتنعوا انهم ضعاف وتعاملوا معاهم على ذاك الاساس. البطل ديالنا غادي يتهجر من هادشي كامل، وفي نفس الوقت غادي يقول كيفاش السيد هذا عارف هادشي كامل، والدار ديالو محل فيها حتى الانترنت، ويقصح حوايجو ويسولو نيشان، ولكن الشيخ قال لي كنفضل نحتفظ بالاسرار ديالي لراسي، وزاد عطى تفسيرات اخرى، مثلا الوالدين فاش كيتعاملوا مع ولادهم فاش كيكونوا باقيين تربيه، الا كان فيما كيبكي كيبداو يجريو كيجيو عنده باش يسكتوه، كيولي يحس بالامباكت ديالو على لونفيرونمون، يعني كيحس بالتاثير ديالو على المحيط اللي داير به، والعكس عاوتاني الا كان كيبكي وكيخليو كيبقى يزن حتى الصباح، عاد لقيته كيقتنع انه شنو ما دار المحيط ديالو ما كيتفاعلش معاه. غادي ينبهو انه الا كان عاوتاني اهتمام كبير زايد على القياس، راه محتمل يطلع لينا داك الدري نرجسي ولا متعجرف وباغي اي حاجه تكون ديالو، وعاوتاني الا كانوا ما كيديوهاش فيه كاع اطلاقا، كاين واحد الاحتمال انه غادي يتعقد ويخرج لينا انطوائي وكيحش. ومن غير هادشي ديال التربيه ديال الصغر، التجارب اللي كنعيشو في حياتنا، نوض مثلا تهضر قدام جمهور ديال الناس، ديك الدوخه والحشمه والتزنيكه اللي كنتي غدير شي اكسبوزي كيف ما كدويت عليه في هاد الحلقه، ممكن داك الموقف يفقدك الثقه براسك الى الابد، وبحال هكا كتمنع عندنا افكار وقناعات كنامنوا بها على مر السنين. سالت الحصه الاولى والشيخ قال لي خاصك تجي عندي غدا عاوتاني باش نقول لك بزاف الحوايج اخرى راك مريض بها وما عارفش. البطل ديالنا الصراحه ما كانش معول يرجع، جابوا غير الفضول باش يشوف داك السيد كيفاش داير، صدق كيعطيه دروس في حياته. هنا الكاتب دار واحد الباساج كيوصف فيه الجمال ديال ديك القريه، الظرافه ديال الناس القريه والبساطه ديالهم، داك الجو ديال الكالم خلاه يغوص في الاعماق ديالو ويبقى يفكر كيفاش الافكار اللي عنده في راسو يقدروا ياثروا على المسار ديال حياته، وبقى كيتعجب كيفاش غادي يكتشف هادشي في اخر الدنيا، عنده واحد الشيباني اللي ما عنده حتى الضوء في داره. من بعد في القصه غنعرفوا ان البطل سميتو جوليان باش ما نبقاوش نقول البطل، كان دار واحد النقاش بينه وبين واحد المراه هولنديه وراجلها جاوتهم يا السياحه تما، كوب البلدي، راجل شيباني ومراته مقابله كتوجد ليه الفطور، وجالس كينقول عليها كيف ما معروف على الرجال فاش كيشرفوا، وكان
كانوا عرضوا عليه يشوف معاهم شي لعيبات في المدينه، وقال لهم راني لا راه غادي عند واحد الشيخ داك الهولندي بدا كيتنز عليه. قال لي اش بغيت دير عنده؟ وجوليا ما عارف باش يجاوب الصراحه حيت هو براسو ما عارفش غيمشي يدير. قال لي ولا والو غير غادي عنده يعاونني نلقى راسي. ويتنز عليه داك الهولندي قال لي مالك فين تالف؟ بدا جوليا يشرح لي ان لو تيرم ديال سو تروفير عنده واحد الدلالات الى اخره، ولكن داك الهولندي التفكير ديالو بسيط. قال لي انت واش عندك العقل اللي باغي تلقى راسك في هذا القنت؟ سير تلقاه في نيويورك بعدا ولا في امستردام. صافي جوليان بغى يسلت فحالو وقال لهم صافي مورا ما نسالي غادي نلحق عليكم. غادي يرجع عند الماتخ ديالو اللي كان في الحصه الاولى فاش هضروا على السينما، جبد واحد الممثله معروفه اللي بالنسبه لجوليان هي احسن وحده شاف في حياته. كان قال لي سير للسيبر وجبد تصاورها وشوف واحد الديفوات وراهم لي. قال لي راه فيها واحد الديف هنا واحد الديف هنا واحد الديف هنا سير شوفو. رجع عنده هذه المره لقاه ما مشاش للسيبر ويسولو علاش ما مشيتيش. جوليان قال لي غير عجزت المهم بقى لي شي سبه. تقلق عليه شويه الماتخ ديالو قال لي الا كنتي اي حاجه كنقول لك ما غاتمشيش ديرها راه ما غادي نافونسي فوالو، وعرف السبب علاش ما بغاش يمشي. راه غير عقلك رفض الفكره ديال ان هذيك السيده تقدر تكون خايبه. صافي بالنسبه ليه راه هي احسن وحده، هي احسن وحده ما فيهاش ديفوات. ودازت بيناتهم واحد الكونفرساسيون مهمه، الخلاصه ديالها ان الحقيقه دائما كتكون نسبيه على حساب كل واحد باش مامن. وعطاو واحد ليكزيرسيس قال ليه غمض عينيك وصف ليا شنو شفتي فاش كنتي داخل. جوليان غادي يغمض عينيه ولكن ما عقلش بطبيعه الحال بزاف ديال التفاصيل. فكر يلا الباب الشرجم كيفاش داير وصافي. الوغ كل عين راه شافت كلشي، والصوره راه هي عباره على ضوء، يعني راه داكشي كامل دخل، ولكن العقل كيبدا يفلتري وداكشي اللي بغاه هو اللي كيسجلو في الذاكره. غير داكشي اللي في النظر ديال العقل ديالك انه مهم، وهادشي شي حاجه مزيانه، لان الا مكانش عندنا الفلتر راه مايمكنش تميموريزي كلشي كاع الاصوات وكاع التصاور، راه غادي تراسك غيتفرقع. غير هو ديك السيليكسيون ديال شنو غيتسجل ولا شنو ما غيتسجلش كتكون انطلاقا من شنو مامنين نتايا. ونعطي واحد المثال باش نقرب به الفكره. مثلا صيفطتي جوج ديال الناس لنفس المدينه وقلتي لواحد راه ديك البلاصه خطيره وحط راسك من الشفاره، وقلتي لاخر ديك المدينه راه ترونكيل والناس ديالها ظريفين وكيستقبلوا الى اخره. مورا ما يرجعوا الى سولتيهم الاول غادي يبداو يبانوا لي غير ديك وجوه المحاكه بزناته والراس الزنقه الشمكاره غادي جايين، واي واحد كيبان ليه كيتخيلوا ان راه باغي يجريسيه. ثاني غادي يشوف ان الناس بلديين بوسطاء فقراء كيتقاتلوا مع الزمان، رغم ان ديك المدينه فيها كلشي هادشي كامل، ولكن كل واحد شاف غير داكشي اللي بغى. وهاد المعلومات اللي كندخلوها وكنفلتريوها كتحول من بعد القناعات، ومن بعد كتحول لسلوكات اللي كنديروها في حياتنا. غادي يقول لي الشيخ غادي تمشي دير جوج ديال الحوايج قبل ما ترجع عندي المره الثالثه. قال لي غادي تخيل راسك عندك الحق دير اي حاجه بغيتيها، حتى حاجه ما مستحيله، وكتب لي داكشي اللي جاك في بالك، بمعنى انه وصف لي حياتك كيفاش بغيتيها تكون. والميسيون الثانيه قال لي دير لي بحث على لي بلاسيبو. وجوليان كيتعشى غادي يبدا يفكر شنو اللي غادي يخليه يكون فرحان كاع. بشكل منطقي بان لي انه الا دار بروجي ديالو استوديو ديال التصوير حتى هو عزيز عليه الفن، غادي يخليه يخدم شي حاجه اللي كيبغيها، ودوك الفلوس اللي غادي يجمع غادي يشري بهم دار، وغادي تكون فيها جرده، غادي يتزوج مرا زوينه اللي غتكون كتبغيه، وغادي يجي عنده صحابو في الويكاند يدير ليه مشوى، ويكتشف ان هادشي اللي بغى يحقق راه ما خصوش يكون ملياردير ولا خصو يكون شي ستار ديال الموسيقى باش يحقق هادشي. زعما راه هادشي بوسيبل. وفي الليل غادي يتلاقى بدوك الهولنديين، وغادي يرجعوا في الليل حدا لابلاج. في الليل كاع يشوفوا السلاحف كيفاش كيبيضوا، بقى كيتامل كيفاش هاد البيض ملي كيفقص هادوك الكائنات كيمشي وسط البحر، كيبقاو يدوروا عشرات السنين نقول واحد 50 عام، وكيرجعوا لنفس البلاصه اللي تولدوا فيها. كاين اللي غادي يرجع، كاين اللي غادي يكون الماكله ديال شي حوته ولا ديال شي قرش. وهو جالس كيتامل يتنقص ديك الهولنديه. زعما تعليقا على كيفاش هادوك الفكاران كيمشيو وسط البحر ما عارفينش راسهم فين غاديين، قالت ان الحياه بحال القمر. الراجل هذاك الشيباني قال لها لا، الحياه بحال شي سباق واللي كيربح هو اللي كيجري مزيان. وهنا جوليان فهم علاش جمليه ديك العلاقه ديال الكوبل. المراه كيبان ليها ان داك الراجل هو الزهر اللي طلع عليها ما عندها ما دير، داكشي علاش عايشه معاه وكتشقى عليه ومتقبل هذا الامر. وهو كيبان ليه ان الحياه فيها البقاء للاقوى، داكشي علاش كان كيبقى يسخر فيها وينقر عليها. جوليان غادي يتصدم بالنتائج اللي لقى على هذا البلاسيبو اللي هو داك الدواء الوهمي. باش نشرحوا لكم، مثلا نهار بغاو يصيبوا دوليبران باش ديك الهيئه تصادق عليه خاصهم يصاوبوا واحد الكومبريمي كيشبه ليه في الشكل والمذاق وكلشي، ولكن العناصر الكيميائيه اللي فيه ما كدير والو، بحال اللي قلتي غير الموز صغاريت وصافي. باش يعرفوا مثلا داك المريض بالشقيقه واش غادي يداويه داك دوليبران، نص كيعطيهم الدواء حقيقي ونص كيعطيهم داك البلاسيبو باش يشوفوا واش داك الدواء بصح هو اللي كيداوي ولا غير نفسيا الناس كداواو داك الدواء ما زيد ناقص. 30% اوموايه من المرضى كيتشافوا غير بداك البلاسيبو، ولقى ان الدواء الوهمي ديال المورفين اللي كيعرفوا كيخفف الالم على 54% ديال الناس. صراحه تصدم بهاد النتائج، وكل ما جا الشاف بعيني كان ما غاديش يتيق الشيخ كون قالها لي غير بوحدو. ابخي غادي يمشي فرحان عند الشيخ باش يتناقش معاه على هادشي اللي لقى، ولكن ما غاديش يلقاه في الدار. لقى واحد السيده تما عطات ورقه مكتوب فيها اعطيني ليسته ديال الحوايج اللي حابسينك تحقق هذوك الاحلام اللي فكرتي فيها قبيله، وقال لي عاوتاني غادي تمشي تطلع لواحد القمه عاليه كاينه تما في ديك المنطقه. جوليا ما غاديش يعجبو الحال حيت ما لقاش المتر ديالو، وزاد حقد فاش عرف انه داك الجبل خاصه الا بغى يطلع فيه خاصو 4 ديال السوايع مينيموم. وغادي يرجع عنده الغد ليه باش غادي يكملوا النقاش على الحوايج اللي حابسين عليه السعاده. من بعد ما وصف ليه جوليان حياته اللي كيتمنى، قال لي الشيخ بكل بساطه ومالك ما درتي داكشي اللي عاجبك وعارفه راه غادي يفرحك. غادي يجاوبه واحد الجواب عبيط، قال لي ما عنديش زهر وانا انسان منحوس اون جينيرال. ويدخل مع الشيخ للقاصح قال لي ان داكشي اللي انت مامن بيه ما عنده حتى شي علاقه بالواقع.
باش تولي علاش ما يديرش مثلا استوديو ديال التصوير كيف ما كيحلم. جولي بدا يدخل ويخرج في الهضره ويبين لي الشيخ ان راه غير متيق ديك الفكره ديال ان انا ما غاديش نصدق، الوغ هو ميم با فكر في الخطوه الاولى اللي غادي يدير باش ينجح لي، وناقش معاه الفكره ديال ان الخوف هو واحد احساس وهمي غالبا ما عنده حتى شي علاقه بالواقع، خصوصا فاش ان البطل ديالنا كاين اللي يعاونو باش يدير داك البروجي ولكن خاف يجري عليه الا سولو، ويقول لي الشيخ راه داكشي عندك غير في دماغك، ويعطي عاوتاني واحد التشالنج، قال لي مادام انت خايف من الناس اللي يجريو عليك وما يعاونوكش، غدا كنتحداك تسول الناس اللي في الزنقه اي حاجه وجيب لي خمسه قالوا لك لا ما بغيناش نعاونوك. جولين جاتو القضيه ساهله حيت في بالو اي حاجه طلبها من شي واحد غادي يجري عليه ويقول لي لا ما نعاونكش. اول تجربه غادي عيط على واحد الطاكسي قال لي ديني لواحد البلاصه فابور ما نخلصكش، مول الطاكسي بدا يتجاوب معاه وقال لي نقص لك نصايب معاك غير هادي، قال لي جوليان لا والو غديني فابور ما عندي حتى ليا، الطاكسي هو يقول لي مرحبا نديك فابور، صدق جوليان اللي كيقول لي لا صافي بلاش، والسيد كي انسيست عليه تقول لي اجي والله تنديك، الاخر تيقول لي صافي انا ما بقيتش باغي نمشي اصلا، ويقول مع راسو هاد الناس ديال الجزيره اصلا ضريفين خصني نشوف شي واحد اجنبي هو اللي غادي يكون ما غاديش يبغي يعاوني. غادي في البحر لقى واحد امريكانيه كتاكل في كلاص قصح وجهو قال لها واش تقدري تذوقيني، قالت لي مرحبا هاك يا سيدي بصحتك. مشكله شويه دازت حدا واحد لوطيل ويلقى واحد الكوبل قال لي راني اون بان خسرت لي الطوموبيل وساكن بعيد خاصني فين نبات هاد الليله، قالوا لي راه الشومبر عندنا صغيره ولكن راه كنعرفوا الناس ديال لوطيل غادي ندبروا لك فين تبات اليوم، ما قالوش لي الا ديريكتومون وبغاو يعاونوا. مشى ثاني حدا لابوست لقى واحد الشارفه باينه فيها قبيح، قال لها راه خاصني فلوس باش نعيط في التليفون وعندي واحد الكا اورجون الى اخره، عطاتو لاكارت باش يعيط ولصقات هو قال لها لا صافي قالت لي والو غتمشي تدخل دابا تعيط، عطاتو واحد لاكارت كيخدموا بها في التليفون تما. المهم ما كاينش اللي قال لي لا. غادي نرجع عاوتاني عند الشيخ وغادي يهضروا على هاد القضيه، قال لي الشيخ ان الاغلبيه الساحقه ديال الناس راه متعاونين، ومن بعد غادي ندوز معاه الفكره ديال علاش خايف يبدل الحرفه ديالو كاستاذ. جوليان كان خايف من الضغط ديال العائله ديالو وديال المجتمع، وكيبان لي ان القيمه ديالو في انه يكون محسوب على لي سيونتيفيك زعما الناس ديال العلم وديال العلوم، وصعيب عليه يولي محسوب على الفنانه زعما راه ما عندهمش قيمه. وهنا غينبهو الشيخ لواحد الحاجه مهمه، قال لي هاد 7 المليار ديال البشر اللي كاينه في الكره الارضيه ما كاينش شي واحد كيشبه لشي واحد، ما كاينش كاع دوك التصنيفات اللي كنبقاو نديرو غير كيخدموا الافكار اللي حنا مامنين بها، هاد الناس فاعلين هاد الناس راه تاركين كنبقاو نجمعوهم هكا. هو اللي تشوف راه كل واحد ما كيشبهش الاخر ما تقدرش تصنف. وعلى البروجي ديالو قال لي راه غادي تلاقى مع ثلاثه الانواع ديال الناس، كاين اللي غادي يشجعوك وقلال بزاف وهما اللي خاصك تخلي علاقتك معاهم مزيانه، وكاين اللي ما عندهم حتى شي راي ما بالنسبه ليهم درتي ولا ما درتيش ما صوقهمش، هادو على الاقل ما كيضروكش، وكاين اللي غادي يقول لك راه داكشي ما عندك ما دير به غادي غير ما يصدقش لك بلاش عليك. النصيحه اللي عطاه هو يبعد من الناس السلبيين، ولكن باش يكون واقعي خاصو يسول الناس ديال الاختصاص، يعني في بلاصه ما تمشي تاخذ الراي ديال من والا، خذ الراي ديال الناس اللي غادي يشجعوك وسير عند الناس اللي مختصين في واحد الحاجه هما اللي غايقول لك واش غيصدق ولا ما يصدق، ماشي اللي كان تقول لي راه باغي ندير واحد اللعيبه وقالك ما غتصدقش لك غتاخذها من عنده بحال هكا. من بعد غادي يهضروا عاوتاني على واحد السوجي مهم ديال الفلوس. جوليان لقى راسو عايش بجوج ديال الافكار متناقضه، باغي يكون عنده فلوس باش يكون مرتاح وميم طوم كيحملش ليدي ديال يبقى غير يجري مورا الفلوس. والشيخ بدا كيبسط لي الامور كيفاش ان الفلوس كانوا غير وسيله ديال المبادله في الاول ديالهم باش تصايبوا النهار الاول، ولكن ملي صايبنا بزاف ديال الفلوس كثر من داكشي اللي محتاجينه ولاو الناس كيشريو كثر من داكشي اللي محتاجين، والناس الاخرين بدا كيبان لهم ان السعاده هو في داكشي اللي عند دوك الناس واللي هما اصلا محتاجينوش، صافي ولا كلشي كيجري مورا الفلوس باش يحقق واحد الحاجه اللي هي ميم با محتاجينها ولا ميم با غادي يكونوا سعيدين بها. وصافي الفلوس كيشريو لك راحتك ولكن ماشي بالضروره كيشريو لك السعاده ديالك. قبل ما تسالي الروايه جوليان كان عنده بي ديال الغوتوغ فواحد النهار حيت تسالى لي الكونجو خصو يرجع يخدم، والشيخ قال لي خاصك تعلم اهم درس مازال ما زويناش عليه، ولا بغى جوليان يبدل الفول غادي خصو صالير باش يعاود ياخذ واحد اخر وتحط في موقف محرج. وباش ما نحرقش لكم القصه حتى اللي بغى يمشي يقراها، واخا تقريبا حرقت بزاف ما غاديش نكمل، انا كنصح بها الصراحه ما كبيراش بزاف تقريبا 150 صفحه وفيها بزاف ديال المعاني اللي كيفيقوك وكيخليوك تشد معنا الخط اللي كانت باغا تدخلك شي ديبرسيون. كانت هذه هي المراجعه ديال الكتاب الجميل لوم كي فولي اتر اورو، الراجل اللي بغى يكون سعيد، وكنتمنى لكم السعاده في الدنيا والاخره والى كتاب اخر ان شاء الله. السلام عليكم.